ودعت كل فواعل الحراك الشعبي ونشطائه للمشاركة في بناء أرضية مشتركة يتوافق حولها الجميع ويضعون الحلول والآليات المثلى للخروج من أزمتنا الراهنة دون إطالة في عمر الأزمة وتضييع لمزيد من الوقت، وذلك من خلال مبادرة وطنية متكاملة تحشد لها الطاقات والإمكانات المادية والبشرية دون وصاية أو تدخل من أي جهة رسمية، وتحدد لها قواعد وأولويات وأهداف ومرجعيات وأطر عامة مقبولة شعبياً وقابلة في نفس الوقت للتنفيذ على أرض الميدان، مفضلة العمل الميداني الخالص والتواصل المباشر مع المواطن في انتظار انضمام باقي القوى والنخب إليها، أن تكون موضوعات النقاش داخل فضاءاتها ومنابرها الشعبية في البلديات والبوادي والقرى والمدن والتجمعات السكانية الكبرى والصغرى على السواء، أن تكون الموضوعات مركزة حول تشجيع مسارات الحوار الوطني وتحفيز المواطن للانخراط فيها بقوة وفعالية. مبادرة اللي أنا واحد من الناس اللي لازم نلبيوها، لأنها أولا شعارها العام بناء جزائر الغد اللي لا يمكن أن يكون إلا من خلال حوار حقيقي بين كل الجزائريين. الجزائر اليوم مش محتاجة مبادرة واحدة ولا محتاجة هيئة واحدة اللي تقوم بهذا الحوار، لأنه أولا حوار نتاع مجتمع مدني، معناها تاع الجزائريين بين بعضهم وبعض. هذه المبادرة هي لمن يريد أن يخدم الجزائر، سواء ننسق مع الأكاديمية أو نحن جزء من الأكاديمية أو نسق مع أي جهة، ليس عندنا مشكل. ولهذا نحن جد مسرورين أننا ندعم أي مبادرة لإخراج الأمة من أزمتها.